إرسال قصير يبدأ به. واحد وثمانين. لهذا اللاعب 6 طاولة 2012 على مستوى الفردي. إذا ينتهي الشوط الأول لونج ما بالمباراة. تيمو بول يريد أن يكون إرساله ناجحا. حلوة حركته، حلوة كرته. وإرساله مفاجئ بتموج عالي. أغرق فقط 8 دقائق. إذا نحتاج 3 بنقطة مقابل إيش؟ الذي يتمنى أن يكون أيضا مستمر. حلو حلو اللعبة. حلو. نشاهد ما من جديد. يتقدم بثلاثة أشواط مقابل لا شيء. بقوة باستمرار من خلال تنس الطاولة. سال مع تيمو بول سحب من وقت. رسال قصير. هو الأقرب للفوز باللقب. إذا نقطة نعم رسال قصير. نقطة ناجحة بنفس الأسلوب. نعم بنفس الأسلوب. إذا ينهي المباراة لونج ما. هذه المرة شوط صعب لكنه دوما لصالح لونج ما.